طيب تقولوا مين يا شباب؟ لان انتوا ما شاء الله عملتوا حاجه عظيمه جدا، اتنين كلمتوني في نفس التوقيت. ها خلاص انت عباس اركن على جنب. ها بيومي كنت عايز تقول ايه؟ خلاص كده تمام. اهم حاجه ان انتوا تبقوا مبسوطين، كلمتوني وانبسطتوا وقطعتوا حبل افكاري على بركه الله. انا معايا على التليفون كابتن خالد جلال المدير الفني المتميز للبنك الاهلي. يا كابتن خالد مساء الورد، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا ايما، عامل ايه؟ اخبار حضرتك يا كابتننا؟ طمنا عليك. كله تمام الحمد لله. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. يا كابتن خالد حقيقه بهنيك يعني على الاداء المميز خلال الفتره اللي فاتت، الناس كلها شافت الفرقه عامله ازاي، ادائها عامل ازاي، تعاملها في المباريات قدام النادي الاهلي بتاخد نقطه مهمه جدا قدام بيراميدز نفس القصه. ايه اللي بيحصل في الفرقه يعني؟ ايه اللي بيعمله كابتن خالد جلال؟ وانا عارف قد ايه انه الموقف بيبقى صعب لما بتستلم فرقه ما انتاش اللي حاطط كل العناصر بتاعتها، وفي نفس الوقت كمان انت جاي وهم في موقف صعب، انما الحقيقه الشغل باين ويعني ما فيش حد عنده قدر من الانصاف الا يعني هضرب لك تعظيم سلامه كابتن خالد انت والجهاز معاهم بالكامل يعني. ربنا يخليك يا ابراهيم. هو طبعا في الحقيقه في البدايه كان صادفنا سوء حظ كبير جدا في بعض المباريات. احنا بدانا كويس لو تفتكر، انا اول ما مسكت الفريق خلفا للكابتن محمد يوسف، هو الراجل عامل مجهود كبير جدا. ايوه الفريق، وانا جالي كورونا وكسبنا، وجينا في فتره بقى من الفترات يا ابراهيم وقفت معانا بطريقه يعني غير طبيعيه يعني. كان في سوء توفيق واتحسب عليا طبعا ضربات جزاء، مش عايز طبعا الكلام، لكن هتجاوز المرحله اللي هي كان بيتحسب عليا ضربات جزاء في اخر ثانيه لمده مثلا 7 ماتشات متتاليه. ايوه فطبعا ومنهم ضرب الجزاء بيراميدز كمان الماتش اللي فات ده. ايوه لكن مشينا في ماتشين الحمد لله، ماتش في الجيش وماتش المصري في اسكندريه. خدنا 6 نقاط يمكن ساعدونا كتير جدا 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 في الموقف اللي كان صعب جدا، وكان صعب كمان على مجلس اداره نادي البنك الاهلي اللي هو اشرف صفار، استاذ محمد عبد المنعم، وكل القائمين يعني على البنك. بصراحه عملوا لنا سبورت كويس قوي في فتره اللي هي تذبذب النتائج دي، لغايه ما الحمد لله كسبنا ماتشين كانوا مهمين جدا. وبعد كده بقى خدنا الباكج اللي هو بتاع النادي الاهلي. ده باكج، ده الباكج المميت ده اللي هو ايه؟ انت واخد باكج اهلي وفي ظهره بيراميدز. انا كنت كل ما اقرا الجدول اقول يا عيني كابتن خالد جلال والله كان الله في عونه. هو قاعد دلوقتي بيفكر طب انا هخلص من ماتش الاهلي، طب بعد ما اخلص من ماتش الاهلي اعمل ايه؟ هخش على بيراميدز. طب يا ترى انت بتحسبها ازاي؟ والله العظيم ده كان في بالي. انت كنت حاسبها ازاي يعني؟ حاسبها انك مخصم من نفسك 6 نقاط، ولا حاسبها انك هتعمل اللي تقدر عليه واللي يحصل يحصل؟ حاسبها ازاي كنت يا كابتن خالد؟ لا والله انا حسبتها مع اللعيبه وقلت لهم خلي بالكم النادي الاهلي جاي من بطوله افريقيا. صحيح النادي الاهلي ما بيفرقش معاه الحصول على بطوله وهم بيجددوا الدوافع بتاعتهم دايما، لكن قلت اكيد يعني هيحصل برضو نوع من الارهاق نوع فانا لعبت على النقطه دي يعني، لعبت على النقطه دي مع اللعيبه بتاعتنا. قلت لهم لازم هنخطف اي حاجه من النادي الاهلي، لازم يعني هنستقتل في الماتش. والحمد لله ربنا كرمنا بهدف كريم بامبو يمكن في الدقيقه 88، رغم ان احنا جه فينا جول في اول 3 دقايق في الشوط الثاني. ايوه علينا المهمه جدا. ايوه هنيجي بقى على ماتش بيراميدز، كان اصعب كمان لسبب مهم جدا، ان احنا كان بقالنا فتره ابراهيم ما بنلعبش كل 3 ايام ماتش. فانت يجي عليك ماتشين ورا بعض بقوه وحجم النادي الاهلي وبعدين بيراميدز، ده كانت صعبه عليا جدا جدا جدا. بصراحه يعني ما كانش عاجبني شويه الاداء في بيراميدز، رغم كده ان اللعيبه ادت واستقتلت في المباراه، ويمكن دي ضربه جزاء برضو مش هقول لك بقى انا مش هتكلم. الحمد لله جالنا ضرب جزاء صحيحه 100% في الدقيقه 96. انت خلي بالك جاي ضرب جزاء فينا في الدقيقه 90. ايوه ان اللعيبه تقف تاني
وترجع للمباراه تاني. بس برضو خد بالك انت راجل اللي حكم المباراه برضو لما اتحرك شريف اكرامي يعني عادلك ضربه الجزاء يعني 10 على 10 10 على 10 10 على انا بس ليه كومنت بسيط جدا في ضربه الجزاء على بهاء مجدي ان هو يعني خد كتف شويه وخبطت في دماغه وخبطت في ايده من فوق يعني جزء من كتفه كده. هي الاعاده مش باينه قوي لكن يعني الحمد لله ان احنا الحمد لله ان ربنا ستر وكان ضرب جزاء وفعلا زي ما انت بتقول الكابتن محمود بسيوني يمكن رجعها قبل الفار يعني رجعها. انا بحييه ان شاف شريف اكرامي وعلى فكره احنا برضه جه علينا ضرب جزاء في المقاولين والراجل بتاعنا اتحرك السعداني واتعادت ودخل الجول وده كان وضع طبيعي عادي يعني عادي. فانا بحيي الكابتن يعني ان هو دسوقي ايه دسوقي حكم المباراه ان هو بصراحه حسبها قبل الفار. طيب خلينا اسالك كابتن خالد على كريم بامبو. كريم راجع تاني الزمالك ولا هيفضل معاك هتحتفظ بيه للموسم اللي جاي ولا جاي له عروض تانية؟ القصه ماشيه ازاي؟ والله انا عن نفسي عايز كريم طبعا باذن الله بس الفريق يقعد في الدوري ويبقى لينا بقى شغل تاني والكلام طبعا سابق لاوانه لكن الرغبه مني انا موجوده واعتقد ان كريم بامبو مرتاح جدا رغم ان النادي الزمالك اسم كبير جدا لكن هو بقى اللي هيقرر يعني وطبعا الادارتين مع بعض ده وضع طبيعي جدا يعني هيبقى عاره هيبقى ايه هيبقى ده لكن انا رغبتي الشخصيه طبعا لو الفرقه باذن الله ربنا وفقنا طبعا كريم احب ان هو يكون معايا. بنسبه قد ايه البنك الاهلي باقي في الدوري الممتاز؟ بلاش النسب دي بس انا ممكن اقول حاجه بس كومنت بسيط جدا جدا يا ابراهيم اتفضل بعد اذنك يعني لا يا كابتن اتفضل دقيقه واحده بعد اذنك اتفضل ان انا مستغرب جدا من وضع الجدول وانا ما بعترضش يعني كابتن المهندس احمد مجاهد بيعمل مجهود كبير جدا لكن وضع الجدول انا مش عارف ازاي يعني اتعمل بصراحه يعني انا هلعب كل 72 دقيقة 2 ساعة 72 ساعة 72 ساعة ماتش يعني هلعب الجونة وبعدين أسوان وبعدين واخد 5 أيام لغاية ماتش المقاصة بعد ماتش المقاصة تخيل يا إبراهيم إن أنا هلعب 4 ماتشات في 9 أيام من يعقل هذا الكلام؟ طب ما الخمس أيام اللي قبل ماتش المقاصة طب دي حاجة الحاجة الثانية الفرق المنافسة إبراهيم هتلعب قبلية وتاخد 2 يوم زيادة عني طب ازاي برضو يعني لازم ان انا في اخر 3 جولات اللي انا اعرفه في جميع في كوالالمبور حتى طب هو اخر 3 جولات بين الاهلي والزمالك في نفس التوقيت وفي نفس الوقت يعني في نفس اليوم وفي نفس الوقت انت عند حضرتك ايه المجموعة اللي تحت ايه برضو عشان يمكن احنا انا الجولة الثالثة في نفس التوقيت انا في نفس التوقيت انا هلعب بعديهم بعد الفرق المنافسه ليا طب وليه؟ طب ما العب في نفس التوقيت انا كمان فدي الكومنت يعني لا يمكن ان انا بلعب كل 20 يوم ماتشين اجي في 9 ايام العب 4 ماتشات مصيريه في تحديد مركز الفريق يعني انت بتلعب قعدت تلعب في 20 يوم ماتشين بعدين تلعب كل 72 ساعه بعدين تلعب بعد 5 أيام بعدين ترجع تاني في 9 أيام تلعب 4 ماتشات بصراحة غير منطقية أنا شايف إنها غير منطقية صعبة لو صعب. كنا يعني أنا 5 أيام طب ما ألعب قبل ال5 أيام دولت ألعب 4 أيام ويوفر لي يوم 72 ساعة مثلا مثلا ساعة. مثلا ما تقدموا طيب طلب ما تقدموا طلب بده تقدموا طلب بده قد يكون يعني الأمر بالنسبة لهم انا عملت دراسه جدول الجدول قدمته لمجلس الاداره الكريم حسن سحاده وبدوره للواء اشرف والاستاذ محمد عبد المنعم عشان يناقشوا الموضوع لاني بصراحه انا مش هتكلم لكن 4 ماتشات في 9 ايام احنا لو خيل مش يعني لا احنا مش واخدين على كده يعني كده هيبقى انا شايف ان في عدم تكافؤ فرص
انا شايف كده. ضغط طبعا، ضغط رهيب الحقيقه يعني، بامانه شديده يعني، والله ما بقول كده يعني عشان حاجه، بس كده ضغط كبير جدا جدا الحقيقه. اتمنى انه الناس برضو في اتحاد الكره يكونوا واخدين بالهم. كابتن خالد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومساءك زي الورد. شكرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.